ولا زلنا في اليمن، حيث قالت منظمة العفو الدولية إن عددا من الفتية تتراوح أعمارهم بين 18 و16 عاما تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز جنوبي اليمن. وأضافت المنظمة إلى أنها وثقت اغتصاب 3 فتية ومحاولة اعتداء جنسي على فتى رابع، وأشارت إلى أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي يعتبران جرائم حرب، وتسبب النزاع في اليمن في مقتل نحو 10,000 شخص بينهم نحو 2,000 طفل بحسب إحصاء لمنظمة الصحة العالمية.